جانب حكيم سياش. برافو حكيم، تؤكد ان شاء الله ستكون مباراة مفتوحة. طفل يسلم سياش، الانطلاقة من جانب سياش، العرضية والتمريرة، فرصة خطيرة. إذن حكيم سياش الراسية، حكيمي لفائدة مالي المميز. حكيم سياش، سياش يبحث عن العرضية، كرة خطيرة للتمرير، كانت ربما الفرصة مناسبة. يسال الكرة ليوسف أنصاري، يختار تمرير عبر الجانب. حكيم سياش، حكيم عبر القيمة الثانية، فرصة خطيرة مرت. مدرب وليد الراقي بالرغم وجوده في دكة أن لبودرة، لكن سننتظر سننتظر. ناحي من أشرف حكيمي لحكيم سياش، عرضية خطيرة، جميلة اللقطة، جميلة العرضية من حكيم، يأثر في أجواء هذه المباراة. حكيم سياش يتحصل على مخالف صوفيا لحكيم، حكيم فتش أمان، يختار تغيير مسار الكرة بكرة جميلة، تمريرها في الزاوية الثانية، الافتكاك للكرة. حكيم سياش طريقة شميلة من المغربية من عز الدين، وناحي لحكيم، حكيم يرجع اليسرى، عرضية على المقاس، فرصة خطيرة، كنترول جميل من طرف صوفيا موفال. حضر الثلاثي حول كيفية تنفيذ هذه المخالفة، تمنح الهدف الأول للمنتخب أشرف في سديد خطيرة. جول من أشرف داري للجهة اليمنى لحكيم سياش، استلام من أشرف حكيمي، دال أشرف حكيمي. الوطن حضرت اليوم لتزين أجواء هذه المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي، هذه طريقة بقاع العالم لدعم المنتخب الوطني المغربي. من الأشياء اليوم أشرف حكيمي لسياش، أشرف العرضية المغربية، فرصة ربحت عن الضربة الرأسية. النجم المغربي لاعب عبد الصمد الزلزولي. إذا التغييرين سيكونان بعد حضات. نعود يا شوان مرة تحت من حكيم سياش، احتكاك من حكيم، فرصة مغربية، البحث عن التسديد، سدد جميل.